قال ليس له حل المدخل وحل المخرج ولا يستحي من أن يجيب إذا دعي وإن كان أشعث أغبار ولا يحقر ما دعي إليه وإن لم يجد إلا حشف الدقل رديء التمر حصل منه الحشف حتى هو الدقل ما عدده كله التمر الحشف حشف الدقل دقل رديء التمر وما عاد باقي منه للحشف ما يعيبه ولا يقول شيء منه ولو دعيته عليه أكله لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء ولو ظلفا محرقا اللهم صل عليه وعلى آله ولا يرفع غداء لعشاء ولا عشاء لغداء هين المؤونة لين الخلق كريم الطبيعة جميل المعاشرة طليق الوجه بسام من غير ضحك محزون من غير عبوس شديد في غير عنف متواضع في غير مذلة جواد من غير سرف رحيم لكل ذي قربى ومسلم رقيق القلب دائم الإطراق لم يبشم يعني يتجشى لم يبشم قط من شبع ولا يمد يده من طمع قال أبو سلمة فدخلت على عائشة رضي الله عنها فحدثتها بما قال أبو سعيد في جزيرة العرب قالت ما أخطأ منه حرفا ولقد قصر إذ ما أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمتلئ قط شبعا ولم يبث إلى أحد شكوى وإن كانت الفاقة لأحب إليه من اليسار والغناء وإن كان ليظل جائعا يلتوي ليلته حتى يصبح فما يمنعه ذلك عن صيام يومه ولو شاء أن يسأل ربه فيوتى بكنوز الأرض وثمارها ورغد عيشها من مشارق الأرض ومغاربها لفعل وربما بكيت تقول السيدة عائشة وربما بكيت رحمة له مما أوتي من الجوع فأمسح بطنه بيدي وأقول نفسي لك الفداء لو تبلغت من الدنيا بقدر ما يقوتك ويمنعك من الجوع فيقول يا عائشة إخواني من أولي العزم من الرسل قد صبروا على ما هو أشد من هذا فمضوا على حالهم وقدموا على ربهم فأكرم مآبهم وأجزل ثوابهم فأجدني أستحي إن ترفهت في معيشتي أن يكسر بي دونهم فأصبر أياما يسيرة أحب لي من أن ينقص حظي عد غدا في الآخرة وما من شيء أحب إلي من اللحوق بإخواني وأخلائي كلهم في ظله وتحت لواءه ومن وراءه لا يتكلمون إلا إذا تكلموا ولا يشفعون حتى يشفع ومع ذلك شوف كيف يقول ولا ما من شيء أحب إلي من اللحوق بإخواني وأخلائي فمن أحق أن نحن إلى لقائه منه هو فهو أجدر أن نحن إلى لقائه ولا شيء أحب إلينا من اللحوق به ولا شيء أحب إلينا من اللحوق به ولا شيء أحب إلينا من اللحوق به وأي شيء يكون أحب وما هو وما لون ذاك الشيء وما طعمه وما ذوقه وما حقيقته أي شيء يكون واحد اللهم حققنا فجعلنا حقيقة لا شيء أحب إلينا من اللحوق بحبيبك وسبيك ولا شيء أشد ولا أشق علينا من التخلف يعني وأحسن عيش ليس فيه وجودكم ولو كان ملك الأرض فهو ذميم وكل سرور قد خلا عن وصالكم فما هو إلا ترحة وغم رضي الله عن الصادقين قبلنا كم هيئوا أنفسهم للقائه
كم تشوقوا لذلك وعملوا على تحقيق الوصول إلى ما هنالك. بكى مرة سيدنا عمر بن الخطاب، مالك؟ قدموا له لبن في عسل في ربو، قال نحو عني. قال حرام؟ قال لا، ما هو حرام، ولكن تقدم قبلي رسول الله وأبو بكر، ومات كل منهما لم يطعم مثل هذا. وإني أخشى أن أتخلف عنهما فلا ألحبهما بعد موتي. قال حبيبنا: وما من شيء حبيلي من اللحوق بإخواني وأخلائي. قالت عائشة رضي الله عنها: فوالله ما استكمل بعد ذلك جمعتان حتى قبضه الله عز وجل. كان ذلك في آخر أيام، بقي على المعاملة هكذا مع الله إلى آخر أيام. ولثم فارق الدنيا وما في بيته ما يأكله ذو كبد إلا شطرا من شعير في رف في البيت. قالت: فجعلت أخذ منه وأطحن وأخبز، فجعل لا ينقص. فمرت علي مدة فتعجبت: ما للشعير وهم قدر شطر من أول تعرف؟ فكلته فوجدته شطر، فمن حين كلته نفد. ما شاء الله، لا إله إلا الله، اللهم صل عليه وعلى آله. قال: فما نقيل من أحواله صلى الله عليه وسلم يجمع جملة أخلاق المتواضعين، ما أينهم منه؟ يتواضع من يتواضع، أول ما حد في مقامه، أصلا ما حد في مقامه. تتواضع أنت من ويتواضعه من؟ أنت عندك جسد طلع فوق سدة المنتهى، في عندك؟ لا إله إلا الله. أنت أول مخلوق أبرزه الله في الوجود، تحولي تواضع، شوفوا قدامك من فأين يكون تواضع المتواضعين من تواضع صلى الله عليه وسلم.